أجرى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصري نبيل خارج بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية فرنسا جون نويل بارو في إطار التنسيق والتشاور المتبادل بين القاهرة وباريس لخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وتبادل الرؤى إزاء التطورات في لبنان وقطاع غزة، فضلا عن تناول التعاون الثنائي بين البلدين. واستعرض الوزيران بشكل مفصل تطورات الأوضاع في لبنان، حيث تناول جهود البلدين في التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان، حيث أدان الوزير عبد العاطي الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية واستهداف قوات اليونيفيل. كما استعرض الوزيران الجهود الراهنة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ونفاد المساعدات الإنسانية في ظل تردي الأوضاع الإنسانية في القطاع. وشدد عبد العاطي على رفض مصر القاطع للإجراءات الإسرائيلية التصعيدية التي تستهدف عرقلة إنفاذ المساعدات الإنسانية وأهمية تمكين السلطة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومعالجة جذور الصراع وإقامة دولة فلسطينية مترابطة ومتصلة الأراضي على خطوط 4 من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية.